تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. و مع التحدي تتحايلوا بالاول قبل ما نتكلم كده، تتحايلوا عليا بقى لكم قد ايه؟ بمرضي الله كذا يوم من زمان يا كابتن، من كتير قوي نفسك تخش في حلقه التحدي. انت عماله تقول لي يا كابتن انا شفت على اليوتيوب حلقات تحدي انت عاملها ونفسي نخش فيها والحاجات دي. تمام نفسك تخش قلبي الجامد. ايوه انا مش والله لازم يا ابني نعمل لنا تحدي من زمان. ماشي انت حضرت معانا تحديات؟ ما حضرتش والله. امال انت كده هيصه في الزيطه؟ في الزيطه في الزيطه يعني، واللي بتصور نفسها تخش بس نصيبها. وانت يا سيف؟ طبعا انت يا سيف حضرت معانا التحديات كلها. حضرتها. وانت حضرت؟ انا حضرت. جاهزين للتحدي؟ جاهزين يا كابتن. عارفين نظام التحدي ايه؟ لا اسمع، التحدي بيكون مفاجاه. قبل التصوير ما بنقولوش هنعمله ايه تحدي، محدش يعرف احنا هنعمله ايه. تمام طبعا التحدي النهارده هيكون من غير فلاتر. التحدي هيكون من غير ايه؟ فلاتر. من غير ايه؟ فلاتر. علي صوتك. من غير فلاتر. علي صوتك. من غير فلاتر. تمام التحدي هيكون من غير فلاتر النهارده. بصوا يا جماعه التحدي ايه؟ هتقفوا هنا صف على الخرف بتاع حمام السباحه ده. تمام صف، وهنبص لكل واحد فيكم لمده دقيقه. لو ما ضحكتش يبقى انت كسبان وهيتعمل فيصل بينك وبين التاني. لو ضحكت هنزقك لورا. يا لهوي. جاهزين؟ ما تقلعش. ما تقلعش وهدومكم ما تتغيرش. نزل كده. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. هندير الفلاش الإضاءة ناحية حمام السباحة. نستأذنكم كده؟ نستأذنكم تقفوا صف جنب بعض. اظن اللي مش ضحك ما لو ما ضحكتش هتطلع وهيتعمل فيصل مع زميلك لحد ما يطلع في الاخر واحد كسبان. تمام؟ لا يا ريت تيجوا كده شويه. تعال كده شويه يوسف. في حاجه هتلف ايدك وراك وتمسكهم في بعض. ايدك وراك وتمسكهم في بعض. جاهزين؟ ايوه. ايدك لو فكت من بعضيها لف ايدك وامسك ايدك في بعض. لا كده مش كده. ايوه كده. ايوه كده. ايدك لو فكت من بعضها يبقى انت فشلت في التحدي. تمام لو انت ضحكت هتفشل في التحدي بس في الميه. مستعدين؟ مستعدين. لا ثانيه، لازم نلحق حمام السباحه نعمل فيه تحدي يا جماعه قبل الشتاء، عشان في الشتاء مش هينفع نقرب له. جاهزين؟ حد في جيبه حاجه خايف عليه؟ لا مفيش حد في جيبه حاجه. جاهزين؟ هنعد لحد ثلاثة وهنبتدي. اللي هيضحك ايه يا هاجر؟ انت عملتي حلقة على اليوتيوب وقلتي فلاتر ومش اطلع فوق. اطلع فوق. عملتي حلقة وقلتي فلاتر وزعتي للناس. يا ترى بقى الناس اللي سمعوا كلمة الفلاتر دي وهم اساسا عاملين فلاتر على الفيس والحاجات دي هيكون رد فعلهم ايه دلوقتي عليكي؟ جاهزين؟ هنعد لحد ثلاثة ونبدأ. هتهرش؟ اهرش يا باشا. اهرش. جاهز؟ طب دي بتضحكنا. لا ما تضحكهمش، مالكيش دعوة. مالكيش دعوة. جاهز؟ جاهزين؟ جاهزين. أهم حاجة إن أسنانك إيه؟ ما تبانش. ما تبانش. أهم حاجة وابتسامتك ما تبانش. لا طب افرض عملت كده. لا ابتسامتك هتبان. بجد؟ بلاش. جاهزين؟ زين. واحد. قادر يا عشرة عشان تعملوا تحدي. طبعا يا جماعة احنا هنبدأ دلوقتي. تمام؟ واللي هيضحك هينزل في المية بجد مش هزار. تمام؟ في حاجة كمان. طبعا الحلقة دي تعتبر أول حلقة التحدي. هنشوف رد فعل الناس اللي هم مصممين يعملوا تحدي. تمام؟ دي حاجة بدأناها دلوقتي كده لحد ما نخش لهم، واكتبوا لنا تحت الحلقة دي التحديات اللي انتوا عايزينها نعملها. تمام؟ جاهزين؟ هنعد لحد ثلاثة ونبدأ نبص لهم. أنا مش هنمسك حد ولا هنلمس حد فيهم، هي نظرة. تمام؟ وهنشوف رد فعلهم إيه. يا خوفي من النظرة دي. تمام؟ يا خوفي كده من النظرة دي. نظرة عادية والله. والله ما حد يعرفها غيرها. والله ما حد يعرفها غيرها.
هي نظرة. انت بتضحك ليه؟ انت لسه لحقت. شفت انا اراديه ازاي؟ اضحك انا ولا اضحك؟ هي نظرة واحدة. تمام. بص اعمل نفسك متأثر في حاجة، افتكر حاجة اتأثرت منها اخر مرة ما اكلت فيها. يا نظرة واحدة. تمام. طبعا يا جماعة الفيصل بقى لو في اتنين ما ضحكوش هنوقفهم الاتنين في وش بعض ويبصوا لبعض جامد. تمام. ولو اللي هيضحك فيهم هو اللي هينزل المية. جاهزين الاول كل واحد من اللي واقفين من المتسابقين دول يبص لي، وبعد كده نخش في الفيصل اللي هو الاتنين يقفوا قصاد بعض. يا ترى مين الاتنين اللي مش هيضحكوا وهيطلعوا عشان يبصوا في وش بعض؟ طبعا انا هناخد عدد يعني نسبة وقت البص ليهم هتكون وقت معين مش وقت كبير يعني وقت بسيط. تمام. وبإذن الله هننجز معهم بسرعة يعني الموضوع سريع الموضوع كشف طبي كده وطيارة على طول. جاهزين يا جماعة؟ أنا هنبدأ نعد. ما تعد ماشي نخلص. واحد اثنين الكاميرا تركز معاهم. ثلاثة محدش عارف مين اللي خد الضوء. هدوم الميه الكاميرا تك. انا عارف الكلمه اللي هنقولها لك هتيجي ضحك على طول. انا عارف الكلمه اللي هنقولها لك هتيجي ضحك على طول. يا باشا عارف بص بيبص له ازاي. رمضان اطلع اطلع. تعالوا جنب بعض يا بابا. اوعى يا بابا اطلع عشان اللي ورا منك. اقف بعيد جنب بعض. احلى مساء عليكم. جاهزين؟ انا ممكن نقول كلمه عادي المهم اني ما نلمسكش. لا مش ايه اللي ما تضحكش. انا عايز نضحك. انت مزاجي. واحد اثنين ثلاثة. انا سكرت بسرعة. جاهزين؟ تعالى جنب. اطلع ابراهيم. تعالى جنبه كده. جاهزين؟ ايه رايك في التحديات دي؟ جميلة. مش بتتحايل علينا بقالك اسبوع. مش هتقعد نبت جيبها بالكاميرا. مش بتتحايل علينا بقالك اسبوع. بس على فكرة انت عارف تطلع فلاتي. جاهزين؟ يلا فاضل معانا ثلاث متسابقين يا جماعه. لا يا باشا ده انت بترفع وشك عشان تبص لي. اه واحد اثنين محمد حسين طلع جريمي وقال له خدوها في الارض. ثلاثه انت هتبص. Oh, no.
جنب بعض اطلع. طبعا كده يا جماعه فاضل معانا اتنين متسابقين، يا ترى مين اللي هيفوز فيهم؟ ورا، ارجع ورا، ارجع ورا، ورا الكاميرا، ورا الكاميرا، ايوه كده. فاضل معانا اتنين يا جماعه، بصوا تحسوا ان هيصوروا صور 5 في 6، والله هيصوروا صور رمضان وهو طالع من الجيش كان مصورينه كده. ندمان، ندمان انه ساب الجيش بصراحه. ايوه والنبي الكاميرا تقرب من وشه، والنبي من وشه، ايوه ايوه ايوه، والنبي الكاميرا تقرب من وشه تاني. تحس انه 5 في 6. بص، لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. المرحوم كان كويس والله، بس ارجعوا ورا بقى كده كانه بيزور سكه البطاقه. جاهزين؟ مش يا جماعه بابا بس جاهزين؟ وا لا ما تعملش بوق كده يا فؤاد. طب بس انا يلا يا جماعه بتفكرني اللي هي بتطلع تعمل تيك توك دي بقى تعمل للناس كده. جاهز؟ ايوه جاهز. انا ودني تصدق. واحد اثنين ثلاثة ثلاثة تاني. شوف ان انت بتضحكش يا جنبك جامد، انت داخل على الموضوع. اول تحدي ليك وما توجعش صح؟ لا والله ما ينفع. تفاحت ادب دي تفاحت ادب انت قلت لي تفاحت. لا اسكت، لا اسكتي بقى، اسكتي كده. يوسف كسر. شفت اللي بتطلع وتنزل؟ يوسف اللي كسر. لسه فاضل يوسف. اوعى يا ابني بقى. فاضل يوسف. انت انا اتحدان، انا اتحدان، انا اتحدان، انا اتحدان، انا اتحدان. رمضان من زمان كان نفسه ينزل حمام السباحه. احساسك ايه لما نزلت دلوقتي؟ احساسك ايه يا رمضان؟ ايه رايك في السنه الجديده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى يا يوسف جاهز. اوعى. انا جاهز يا بابا. هو يوسف الاخير المفروض ان هو كسبان. المفروض ان انت كسبان بس نعمله معاه تجربه. ماشي تمام. جاهز؟ ارجع ورا. واحد اثنين هنتكلم بس على حضرتك. اوعى عينا، اوعى عينا، سي اوعى عينك ورا. طب ثواني بس، هي انا حكيتها. طب ثواني انا. احلى مسا عليكم يا جماعه، تحياتي لكم. على فكره هما بيتمنوا من زمان ينزلوا حمام السباحه، يعني اوعى تفكروا ان ايه عشان ما يجيش بقى الناس مفتيين يقول لك ليه كده يا كابتن ومش عارف ايه. تعالوا بينا بقى نسال الناس كده بعد التحدي. اطلع يا سي، اطلع يا سي. تعالوا اطلع يا سي، تعالوا رمضان، تعالوا كده يا جماعه. فضل دورك انت، فضل دورك انت. استنى دورك انت يا بابا. استنى يا سي، دورك انت. بما يرضي الله تعرف بما يرضي الله، ايه رايكم في التحدي؟ احلى تحدي الاول رمضان. والله تمام يا كابتن، بس سجعت تصدق. ايه رايك يا رب؟ والله تحدي 100 100 يا كابتن والله. ايه رايك في التحدي بصراحه؟ حلو. حد زعل؟ لا لا احنا مبسوطين، ضحكنا فرحنا. بس في مشكله، انا ودني مسدوده مش طيب. سامعاكم النهارده خلصنا شغل بدري. ايه رايكم لو كل يوم نخلص شغل بدري ونعمله بعد الشغل تحدي؟ ايه رايكم؟ يا ريت والله. طيب انا عايز نسمع بما يرضي الله عشان قدام الجمهور كله، عشان في ناس بتقول كابتن ابو نور التحديات بتبقى صعبه او حاجه زي كده. تمام تمام. بقى لكم قد ايه بما يرضي الله؟ بقالنا كتير والله، بقالنا كتير خالص. بتسالوني ايه؟ قاعدين نعمل تحدي دوبك شهر. عايزين نعمل تحديات نقول لكم بسبب ضغط الايه؟ الشغل. الشغل طبعا يا جماعه، الناس دي بقى لها فتره بتطلب مني ان احنا نعمل تحدي. يا كابتن انا نفسنا نرجع لايام زمان، يا كابتن نفسنا نعمل، نفسنا نخلي. فطبعا النهارده قلت لهم خلاص طالما خلصنا شغل بدري نعمل حلقه التحدي. تمام. الفكره بتاعت الحلقه جات لي في ساعتها وانا قاعد. على فكره كل حلقات التحدي اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت كانت الافكار بتيجي فجاه. احلى مسا عليكم، تحياتي ليكم. بتراعي لسه جعان والله. هيا الفلتر راح منك. انا حلو. لا انا حلو من غير حاجه. احلفي والله. والله انت حلوه كده فلتر. والله انت حلوه. طب احكموا انتوا يا جماعه. هاجر من الناس الجميله ومن الناس المحترمه جدا،
ربنا يخليها رب. طبعا شغاله معانا هنا ومن الاسلوب المحترم والذوق بجد، وربنا يبارك لاهلها فيها يا رب. وحابه شغلها وحابه الفكره اللي احنا بنعملوها. واحلى تحيه ليكم واحلى تحيه لكل جمهورنا الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. كل يوم استنوا تحديات مننا جديده. طب والله العظيم انا كنت واقف يا ترى جيت اعمل كده قبل ما ننزل الميه. دلوقتي ده